السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافتس للعمل اليدوية والخياطة. وفي البداية إذا كنتوا أول مرة تشوفون القناة أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد، وأتمنى تسعدوني بلايك وتعلقون على الفيديو إذا حبيتوا لين رأيكم يهمني. راح أخيط فستان في هذا الفيديو ينفع للبنات وينفع للنساء الحوامل وينفع للنساء الكبيرات بالعمر. أنا راح أخيطه للوالدة لأنها تحب الأشياء أو الفساتين أو الملابس الواسعة، والباترون راح تلاقونه في صندوق الوصف. والباترون من XX small إلين 3X large، يعني يناسب جميع الأحجام. وبعد تنزيل الباترون على جهاز الكمبيوتر أطبعه، ثم أقصه على المقاس المناسب، ثم ألصقه مع بعض سواء بصمغ أو لصق شفاف. أنا أخذت 4 أمتار من قماش القطن وممكن يكفي 3 أمتار، وبعدها أثني القماش ثم أثبت عليه قطع الباترون وأقصه بعد زيادة 1.5 سم أو 1 إنش، وقصيت الصدر والظهر قطعتين حتى يكون للوجه وللبطانة. أخيط الصدر والبطانة مع بعض والظهر والبطانة مع بعض من جهة الرقبة. وبالنسبة للكم أقصه مرتين ويكون القماش مقابل لبعض. وهذا الأمام السفلي بالنسبة للفستان، أخلي القماش مثني ثم أقصه قطعة واحدة.
وهذا خلف الفستان يكون مثني وقصة قطعة واحدة. ولأن الفستان ما فيه سحاب لازم نعمل فتحة صغيرة في الظهر لدخول الرأس.
شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك في القناة، وأتمنى منكم مشاركة مقاطع الفيديو مع أصدقائكم وفي قنواتكم على برامج التواصل. مع ترك رابط لقناتي، وأرجو منكم وضع تعليق لطيف جميل مثلكم أسفل الفيديو.